حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله المشاهدين في كل مكان. ولا أملك أن أقول بعد أن ذهب إلى ربه ذهب إلى أعدل العادلين وإلى أحكم الحاكمين وإلى من لا يظلم عنده أحد مثقال ذرة مثقال ذرة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والآيات في هذا كثيرة جدا. فذهب إلى عدله ونحن أهل السنة والجماعة نحن المسلمين لا نحكم على أحد بجنة ولا نار وما كنا للغيب بحافظين. فذهب إلى ربه ليحاسبه سبحانه وتعالى. ولكن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرتنا عائشة: يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك على طاعتك ثبت قلبنا. ونحن نقول هذا ولا ندري كيف تكون خاتمة أحدنا. ولذلك لا نشمت إطلاقا إطلاقا، وهذا ليس من خلق المسلم، ولكن لا بد من بعض التعليقات. أولا أذكركم بالحديث المتفق على صحته عند الأمة، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور، ولكني أقتطع جزءا منه معروف. وحدثني الصادق المصدوق إلى أن يقول، يعني يقول: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه. لكني أذكركم بقوله بوسط الحديث: أرجو من كل من في قلبه عقل وفي صدره إيمان أن يستوعب هذا الحديث وأن يحفظه وأن يخشى مما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبق بينه، لاحظوا، إلا لم يبق بينه وبين الجنة والموت إلا ذراع فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والله هذا الحديث يدفعنا كل لحظة إلى أن ندعو الله عز وجل. وقد يسأل إنسان سؤال: كيف هذا الرجل الذي عمل طوال حياته من عمل أهل الجنة في الطاعة والخير والصلاح ثم يختم له بالسوء ويكون من أهل النار؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهي كلمة دقيقة وعميقة، قال: لعل أن يكون في صدر وقلب هذا الإنسان خبيئة، فساد، رياء، نفاق، خبث، فيعاقبه الله في آخر حياته، لأنه قال فيشفق عليه القدر، فيعاقبه الله عز وجل من جنس عمله. لعل، يقول ابن رجب هذا الإمام المعروف، يقول لعل السبب في هذا أنه يعمل بعمل أهل الجنة لكن في نفسه خبيئة. صدقوني أنا لا أستطيع أن أتصور أن إنسانا لديه علم عادي، فضلا عن أن يكون مشهورا، علم عادي بسيط، أن يقول ما يقول بوطي. لما مات الزنديق
الذي لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا بقرآن ولا بدين حتى الشيعة حافظ الأسد لما مات على الكفر والزندقة قال البوطي وكانت صفعة للعلماء المخلصين الصادقين. قال هذا البوطي إن قلب حافظ أسد ملئ إيمانا. كيف أنت تعلم الغيب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم ذلك، لا يعلم، لذلك كان يوكلهم إلى الله عز وجل. فكيف يجرؤ إنسان ليقول ملئ إيمانه؟ ولما بات الزنديق ابن الزنديق باسل الأسد مات، قال البوطي إني هو في الجنة، أعوذ بالله. قال في الجنة، كيف أنت تعلم الغيب؟ أنت اطلعت على الغيب حتى تعلم أنه في الجنة؟ وقال ألفاظا كنا نحار في تفسيرها، لكن كثير من الناس خدعوا ببعض كتاباتهم، بينما الحقيقة أن الرجل بكل صراحة كان ضالا مضلا يحارب منهج الصحابة، لكن بعض الناس حملتهم أهواء وعاطفة وبعض الكلمات الطيبة، مثل الآن الناس تتأثر بالخوارج، يقولون الخوارج يوم كانوا على عهد الصحابة كانوا شجعانا، كانوا من أشجع الناس وكانوا من أعبد الناس، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر حكم بضلاله وبأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأمر بقتلهم. عجيب، يجاهدون في سبيل الله، يتعبد من أشجع الناس في الجهاد ومن أعبد الناس في الليل والنهار، لكن الحق لا يتعلق بالعاطفة. ونفس الأمر، فكان هو من منهجه محاربة منهج الصحابة، ولذلك قال في بعض كتبه إن، لاحظوا، زمن الصحابة ليس، لم يكن منهج الصحابة يعني مبارك في ذاته، ولكن هي مرحلة زمنية مباركة، يعني الزمن كان مبارك، وليس الصحابة وليس أقوالهم وليست عقيدتهم. هذا أمر غريب جدا. الصحابة هم الذين باركوا الزمان، وليس الزمان هو الذي بارك الصحابة. بالبركة التي أخبرنا بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالزمان، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الخيرية لم تكن بسبب الزمان، أنه صفر والربيع الأول و1400 سنة 11-12-20 للهجرة، لا، لأن فيها أناسا خيرة خلق الله بعد الأنبياء. فكان دائما مثل الآن بعض الزنادقة وبعض السفلة الذين، ولا يعني أترفع عن ذكر اسمهم، الذين لاحظوا يدندن، أول ما يدندن يريد إسقاط لفظة الصحابة. انظروا إلى هذا الخبث، أول ما يبدأ بيسقط على لفظة الصحابة، يسقط منهجها. ليه يا أخوان؟ هذا أخطر من كل ما قاله البوطي في حق المجاهدين أخطر. ليه الخطورة؟ قال عن المجاهدين شراب خمر، قال عنهم جنات، قال أنهم يعقدون على جبينهم لا إله إلا الله سخرية. أناس يقدمون دينه، عفوا، يقدمون أرواحهم لحفظ دينهم، قال هذا أسخن. أناس يستهزئون، والله يا إخوان، والله ممنوع الصلاة، ممنوع الصلاة. معظم اللي بيدخلوا الجيش يمنع الصلاة عنهم،
ما يخرج إلا ثل قليلا منه. كيف يقول هذا؟ لكن كل مدعو للنظام ولبشار ولأبيه الزنديق أهون من طعنه بالصحابة، وأنه ما ينبغي لا يعني لا نلتزم بهم. هذا خطير جدا جدا. ليه؟ لماذا اليوم يطعن الناس بالصحابة؟ لماذا يخرجون على وسائل الإعلام من هؤلاء القذرين؟ واحد ما بدي أذكر اسمه من وتتبرأ منه من آل مالك ويتبرؤون منه، واحد سوري قذر آخر ديدنهم إسقاط هيبة الصحابة. ليه؟ ليه؟ أنا أقول لكم السر. هذا القرآن المجيد له وجوه في المعنى. كيف أنا أعرف الوجه الصحيح؟ لغة عربية عظيمة قوية، قرآن عربي متين مبين، لكن ممكن يجي واحد يقرأ الآية ويفسرها تفسيرات. لما كان الله، اسمعوا يا أخوان، هذا أهم من بوطي وهذا أهم من الثورة السورية وأهم من انتصار الثورة السورية. عجيب. نعم، معرفة الدين، معرفة التوحيد، التزام الشريعة، معرفة ربنا، معرفة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ربنا عز وجل، هذا أهم من الثورة السورية وأهم من انتصار الثورة السورية وأهم من كل شيء. أقولها صراحة، لأنه بهذا النجاة، ليست النجاة بالثورة السورية، النجاة بهذا. والثورة السورية لا تنتصر إلا بهذا، ولكن هذا لا ينتصر بالثورة السورية إن شاء الله، يعني نرجو أن ينتصر، لأنه ممكن الناس ينصرون، نرجو ذلك. فهم ينتصرون به ثم ينتصر بهم، يعني ينشرونه ويدونه، إن تنصروا الله يعني تنصرون دينا. واو، نرجع. إذا فتح كل واحد منا القرآن وفسر الإله وفسر الرب ما يرى، ومثلا نذكر مثال بسيط، الله عز وجل يقول عن إدريس: وجعلنا له لسان صدق عليا. واضح جدا المعنى. جاء الشيعة المكرمون الفاهمون باللغة العربية وقالوا عليا يعني علي بن أبي طالب. قالوا: حتى عاد كالعرجون القديم، عند بعض الطوائف الباطنية والعياذ بالله قالوا عرجون القديم، فسروا التفسير أستحي أن أذكره الآن بدل ما يفسروا العرجون القديم، وهو عسف النخل لما يصبح كذا ويتقوس ويبس، فسروا أستحي أن أذكره أمام النساء والرجال الآن. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، لازم نذبح عائشة، ولذلك هم ينتظرون الآن يحتلوا المدينة ويخرجوا قبرها ويحيوها، يعني هو حيحييها المهدي وبعدين يقيم عليها الحد وبعدين يموتها. إذن الله يعلم أنهم سيخوضون في دينه ويفسرون كتابه على غير ما أنزله. ماذا فعل الله؟ أمرنا أن نضبط ديننا، أن نضبط فهم كتاب ربنا بما كان عليه أبو بكر، عمر، علي، عثمان، الحسن، الحسين، أئمة آل البيت، أئمة الصحابة. ليه؟